دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتستضيف مصر لأول مرة ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس تحت رعاية رئيس الوزراء، وهيتم مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والتركيز على تجارة الحبوب والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات اللي بيعاني منها السوق العالمي ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وده على مدار يومي الأربع والخميس 21 و22 فبراير. النهاردة هيتم انطلاق الندوة الشهرية الكبرى بمديرية أوقاف القاهرة، وهتعقد الندوة بعنوان التكافل المجتمعي في مسجد الفتح بمنطقة الخلفاوي عقب صلاة العشاء مباشرة، ويحاضر فيها كل من الدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد بيوم الرخ أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية هيكون معادهم مع مباراتين حماسيتين في دوري أبطال أوروبا. الأولى هتجمع بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الأسباني الساعة 10 مساءً. في نفس الميعاد هيواجه فريق بورتو البرتغالي فريق أرسنال الإنجليزي.